صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن سلمان الفارسي انه قال: كان سيدنا امير المؤمنين عليه السلام يحدثنا كثيرا بالاشياء والمغيبات التي تحدث على مرور السنين والاوقات، وانه يوم الجمعه يخطب على منبره في جامع الكوفه وقال في خطبته: أيها الناس سألوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن بئة تظل ماء وتهل ماء، ألا أن بعدكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة. قال: فقام إليك رجل فاجر فاسق وقال له: يا علي، أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر. وقال له عليه السلام: والله لقد أخبرني بسؤالك هذا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ونبأني بما سألت عنه أن على كل طاقة من شعر رأسك ولحيتك شيطانا يرويك ويستفزك، وإن على كل شعرة من بدنك شيطانا يلعنك ويلعن ولدك ويلعن ولدك ونسلك، وان لك ولدا رجسا ملعونا يقتل ولدي الحسين بنت رسول الله صلى الله عليه واله، وانت وولدك بريئان من الايمان، ولولا ان الذي سالتني عنه يعزر برهان لاخبرتك به، ولكن حسبك فيما نبأتك من لعنتك ورجسك وولدك وولدك الملعون الذي يقتل ولدي ومهجة قلب الحسين عليه السلام. قال: وكان له ولد صغير في ذلك الوقت، فلما نشأ وكبر وكان من أمر الحسين عليه السلام ما كان نمي الصبي وتجبر وتولى قتل الحسين عليه السلام. وقيل إن ذلك الصبي كان اسمه خولي بن يزيد الأصبحي، وهو الذي طعن الحسين برمحه فخرج السنان من ظهره، فسقط الحسين على وجهه يخور في دمه ويشكو الى ربه. طيب. فعلى الاطايا من اهل بيت محمد فليبقي الباب واياهم فليكتب النافذ والفاتحه تسقطها الصلاه على محمد وال محمد.